السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم كيمياء للصف الثاني متوسط. وصلنا إلى أسئلة مراجعة الدرس الأول، صفحة 12 بالمنهج القديم وصفحة 13 بالمنهج الجديد. صار واضح؟ السؤال الأول، ما هي الذرة وممن تتكون؟ نعرف الذرة، وهي أصغر جزء من المادة في هذا الكون، وتتكون الذرة من النواة والإلكترونات، من النواة والإلكترونات، والنواة اللي هي مركز الذرة تتكون من البروتونات والنيوترونات. صار واضح؟ هذا حل السؤال الأول. السؤال الثاني، أبين في أي الحالات تكون المادة عنصراً وأيها تكون مركباً؟ الجواب، تكون المادة عنصراً عند اتحاد ذرات العناصر المتشابهة، يعني عند اتحاد عنصر مع عنصر ثاني متشابه، فهنا المادة تكون عنصر، المادة تكون عنصراً. أما المادة تكون مركباً عند اتحاد ذرات العناصر المختلفة، يعني عنصر يتحد مع عنصر آخر مختلف، فش راح يكون؟ راح يكون مركب، راح يكون مركب. مثل عندنا H2 اللي هو الهيدروجين، من يتحد مع الأكسجين اللي هو O2 راح ينطيني مركب اللي هو H2O، مركب الماء. فهنا اتحاد عناصر مختلفة شي يكون؟ يكون مركب. صار واضح؟ هذا حل السؤال الثاني. زين، السؤال الثالث، فيما تتشابه الذرات من حيث التركيب الداخلي؟ من حيث التركيب الداخلي، تتشابه الذرات من حيث احتوائه على البروتونات موجبة الشحنة اللي هي P موجب، والنيوترونات متعادلة الشحنة اللي هي N0. صار واضح؟ تتشابه هذه الذرات من حيث احتوائها على بروتونات والنيوترونات، وكذلك تتشابه من حيث ان عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات، يعني عدد البروتونات الموجود بالنواة هو مساوي لعدد الالكترونات اللي الموجود في الأغلفة الخارجية. صار واضح؟ هذا حل السؤال الثالث. زين، السؤال الرابع، اذكر الأغلفة التي تتكون منها الذرة وبين طاقة استيعاب كل غلاف من هذه الأغلفة، واذكر رموز الدالة على الغلاف. الغلاف الأول اللي هو يرمز إلى بالرمز K، هاي الأغلفة، هاي الأغلفة الخارجية اللي تدور حول النواة اللي هي المدارات. الغلاف الأول يرمز إلى بالرمز K، يتشبع باثنين إلكترونات. الغلاف الثاني يرمز إلى بالرمز L، يتشبع بثمان إلكترونات. الغلاف الثالث يرمز إلى بالرمز M، يتشبع من 8 إلى 18 إلكترون. صار واضح؟ هذه الأغلفة الخارجية. زين، السؤال الخامس، ما الفرق بين البروتون والإلكترون والنيوترون من حيث الشحنة ومكان وجودها؟ إحنا هنا مو ذكرنا إنه النواة تتكون من الذرة تتكون من النواة والإلكترونات، وهذه النواة تتكون من البروتونات والنيوترونات. فهسه راح نوضح شحنات هذه المكونات الذرة. البروتونات اللي هو البي الموجب، موجب الشحنة، موجب الشحنة، توجد داخل النواة، توجد داخل النواة، يعني هذه النواة، هذه النواة تتكون من البروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات اللي تكون متعادلة الشحنة، هذه موجبة الشحنة وهذه متعادلة الشحنة. صار واضح؟ وين توجد هذه؟ داخل النواة، داخل النواة. البروتونات موجبة الشحنة توجد داخل النواة، والنيوترونات متعادلة الشحنة توجد أيضا داخل النواة. الإلكترون سالب الشحنة وين يوجد؟ يدور حول النواة في الأغلفة الخارجية. نعم، عندنا الإلكترون يكون سالب الشحنة. صار واضح؟ الإلكترون سالب الشحنة تدور حول النواة في الأغلفة المختلفة. هنا هذه الإلكترونات تدور حول النواة في الأغلفة الخارجية. زين، هذا بالنسبة لجواب، طبعا هذا مثال ما مطلوب بس هو توضيح. هنا مطلوب هو فقط الشحنة ومكان وجودها. زين، هسه نجي إلى أسئلة التفكير الناقد. متى تفقد الذرة أو تكتسب أو تساهم بالإلكترونات التكافؤ الخارجي؟ هنا الجواب،
تفقد الذرة الإلكترونات إذا كانت الذرة تمتلك في غلافها الخارجي من 1 إلى 3 إلكترونات. يعني الغلاف الخارجي للذرة الخارجي إذا كان يمتلك من 1 إلى 3 فهذه الإلكترونات نفقدها وتتحول إلى أيون موجب. زين، متى تكتسب؟ تكتسب الذرة الإلكترونات إذا كانت الذرة تمتلك في غلافها الخارجي من 5 إلى 7 إلكترونات. يعني إذا كان الغلاف الخارجي ب5 إلى 7 إلكترونات فهنا الذرة راح تكتسب إلكترونات حتى تتشبع حتى تصير 8 وتتحول إلى أيون سالب. زين، متى تساهم الذرة بالإلكترونات؟ تساهم الذرة بالإلكترونات إذا كان غلافها الخارجي يمتلك 4 إلكترونات. يعني من 1 إلى 3 راح تفقد إلكترونات، من 5 إلى 7 راح تكتسب إلكترونات، وإذا كانت تمتلك 4 في غلافها الخارجي فراح تساهم أو تشارك في هذه الإلكترونات. صار واضح؟ زين، السؤال الثاني، يوجد في الطبيعة بما يقارب 118 عنصرا فقط، بينما توجد ملايين المواد، فهل هذه المواد من العناصر نفسها؟ فسر إجابتك. يعني يوجد 118 عنصر في الطبيعة، لكن المركبات نشوفهن بالملايين، فهذه المركبات هي أصلا جاية من العناصر؟ نقول نعم، هذه المواد هي من العناصر نفسها. ليش؟ لأن عند اتحاد العناصر مع بعضها تكون المركبات. احنا ذكرنا في الدروس السابقة من شرحنا المركبات الكيميائية، المركبات الكيميائية من يتكون؟ يتكون من اتحاد عناصر. يعني عنصر يتحد مع عنصر آخر راح يكون مركب. صار واضح؟ فالعناصر هي الأساس في تكوين المركبات الكيميائية. هذه أسئلة مراجعة الدرس الأول، وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.